العمري رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية لدولة عكس سمعية، أيضا موجود النائب موجد الشيداني مع الأعضاء الجمعية 13 شخص. شكرا على حضورهم، شكرا على المحاضرة أحمد على المحاضرة، وصراحة اكتسبنا نقاط فائدتنا، وأيضا هو أول مدير في الوطن العربي في برنامج قهوة الصباح. في أفكار أعطيتنا إياها الأستاذ أحمد، فالأفكار متميزة وزينة. فطبعا في السلطنة تقريبا 15,000 أصم، الجمعية افتتحت في عام 2013 من أمر جلالته، فوافق فإصدار مرسوم على افتتاح الجمعية. وهذا السنة الماضية كنا بعمل تطوعي 2015. فأيضا موجود في الجمعية عندهم مشروع التنمية البشرية للإعاقة السمعية، اللي هو أهم شيء إنه لغة الإشارة للتواصل مع المجتمع، فتوعية المجتمع بلغة الإشارة تعلمها. فالأصم كيف تواصل مع الناطق بلغة الإشارة هي اللغة الوحيدة اللي تعيقه في طريقه. فمهمة المجتمع الناطق لابد من أن يتعلم لغة الإشارة. فالأسرة بعضهم لا يعرفوا لغة الإشارة، فالمترجم غير متوفر في كل الوقت. فإن شاء الله على كل المحافظات السلطنة في مشروع تعليم لغة الإشارة، فلابد أنهم يندمجوا في المجتمع. فأيضا بنك مسقط يذكر يقول إذا أصم يريد يشتغل في بنك مسقط صعب التواصل مع الموظفين بلغة الإشارة. أيضا لكبار السن يريدوا يسحبوا مبالغ من الآلة، كيفية اللي ما يعرف كيف يدخلوا الرقم السري. ففي مشروع في كتابة خطة لكيفية استخدام البنوك فلغة الإشارة على أساس إنه يطبق على شاشة فكيفية عمل الحساب الجهاز، كيفية طريقة عملي. النقطة الثانية أيضا على الأقل تدريب موظفي بين مسقط كيفية التواصل مع لغة الإشارة.